يعملوها، الأسباب شو هي؟ في كثير دول بالعالم تركيبتها بتشبه تركيبتنا، بمعنى مش عم بحكي عن الصيغة المذهبية والطائفية، بس في تركيبات بكثير مجتمعات بالعالم مجتمعاتها مركبة ومؤلفة من عدة مكونات، لكن قدرت النخبة السياسية في أن تدير البلد بطريقة يعني تأمن للمواطن حياة كريمة، لأنه بدت مصلحة المواطن والبلد على مصالحها الشخصية. بس نطلع من هالأنانيات ممكن نوصل، وهذا بعتقد تقدر النخبة السياسية بلبنان. نعم، نية وإرادة. صح، إرادة وإدارة. خلينا نروح إلى مصيبتنا الداخلية المتمثلة، مصايبنا تتشكل ولا ما بدأ ما نمشي فيهم بالدور تنخفف على حالنا الحمل، تتشكل ولا ما بتتشكل؟ اليوم وعينا على أجواء إيجابية على ما يبدو بموضوع تشكيل الحكومة، تقدم يقال بعد دخول اللواء عباس إبراهيم على خط خلينا نقول الوساطة بين بعبدة بلاتينوم خلينا نقول، وقبل أيضا داخل على خط الوساطة وليد جملاط الحزب التقدم الاشتراكي والرئيس بري عبر الوزير السابق علي حسن خليل بهالإطار. هل فعلا في في التماس لتقدم بموضوع تشكيل الحكومة، أم مثل العادة هو ذر للرماد في العيون؟ لا، الأجواء الإيجابية جدية، والتقدم اللي عم ينحكى عنه، وخلينا ناخذ كل شيء نسبي حتى نكون واضحين، بمعنى ما نقول انه في شيء مطلق وصار محسوم. الاجواء اللي نشرت بالاعلام اليوم واقعيه، بمعنى تم حصر الخلافات وين بعدها موجوده فيما خص تشكيل الحكومه، وبالتالي لحد هلا المعطى بيقول انه خلال يومين يجب أن تنجلي الأمور بشكل نهائي. إما هذا التقدم يومين؟ نعم، إما هذا التقدم، عم نحكي عن اليومين المقبلين، يعني إذا بدك تضيف عليهم لنهاية الأسبوع. إما هذا التقدم بينجز الربع الأخير منه بحيث تذلل العقبة الأخيرة اللي لازالت قائمة. شو هي العقبة اللي إذا بتسمحي لي بديش أدخل بالتفاصيل. طب إذا عم نقول العدل انحلت بحسب أجواء اليوم، والداخلية انحلت، ويعني بيبقى في شيء بسيط، لأنه كل يوم يعني بالأسبوع الماضي قلنا داخلية وعدلية انحلت، وما عاش فيه غير عقبتين لهم علاقة بالتمثيل الماروني المتعلق بالمرد، رجعنا شفنا أنه هيدي كمان انحلت وانحلت. إذا كان بعد من عقبة إلى علاقة بالحقائب، بعتقد هول يومين ثلاثة لازم تكون وين لازم العقبة؟ تكون وين هي العقبة؟ ما عليه بدك تسمح لي، ما بدي ما بدي ادخل بالتفاصيل لأنه نعرف ادخل بالتفاصيل، لأنه مش مفيد بصراحة. المفيد انه هذا الشغل اللي عم بيصير يكفي بالاتجاه الايجابي اللي عم بيحصل فيه حتى تنجز عملية تأليف الحكومة، وهذا افضل بصراحة. لو في افادة انه فوت قول انا هالحقيبة عليها خلاف وهالحقيبة عليها خلاف وهالحقيبة عليها خلاف، مش قصة والله معلومات عم بكتمها، يعني بقدر ما انه الجو العام هذا على الاقل معطياتنا انه بتقول انه هذا التقدم جدي، مفروض خلال يومين ثلاثة تكون الأمور عم تتوضح بشكل نهائي. طيب، لما نقول اليوم تنجز العقبة الأخيرة أو ينجز تذليل العقبة الأخيرة التي لا تزال قائمة. طيب، لما منقول اليوم أنه اللقاء الـ14 يلي بده يكون مفروض بنهاية هيدا الأسبوع أو يعني من بكرة وطلوع بين الرئيسين عون وميقاتي هو الحاسم، إما تشكيلا وإما اعتذارا بهيدا الإطار. خلينا ناخذ سيناريوهات، نحن بنحب نروح على سيناريوهات تفاؤليه عاده، ونحن بامس الحاجه الى ان تشكل حكومه، لانه يبنى عليها كل المرحله ما تبقى. خلينا نقول وجايين نحن عشيه انتخابات، جايين على رئاسه، جايين على عده نقاط، وعند وضع اقتصادي اصلا قبل هودي كلهم، يعني بحاجه الى تشكيل حكومه لنقدر نتعامل مع الخارج. مدى لو لم تنجح هذه الوساطات
ودايما اللبناني ميال الى التشاؤم وليس الى التشاؤل، لانه عدين عصي لشبعينين يعني. فماذا لو لم نتمكن من الوصول الى حكومه؟ الافتراض يعني افتراض بمحله بصراحه يعني. انا بقول ايه افتراض بمحله، لانه وان كان في تقدم عم بيحصل وحصل خلال الاسبوع اللي نحن فيه، لكن هذا ما بيحسم الامور ابدا. لحتى يكون واضح وما اقول انا كانه الحكومه بكره على بكره رح تتشكل، نحن امام واقع صعب رح نكون، يعني الرئيس المكلف بده يكون